بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في الفيديو ده عن زيزو وعن محمد النني والاتنين لعيبة مش عايز اقول بقى اللي يعني جم القدر خلاهم اهم اتنين لعيبة في المنتخب الاولمبي بالاضافة للجيل الجامد جيل الشباب. اهم اتنين لعيبة برؤى، اهم اتنين لعيبة محمد النني واحمد السيد زيزو، مع ان سبحان الله ما كانوش اول اختيارات روجيرو ميكالي، لكن القدر، شوف القدر لما يخليك يعني لما يلمعك، لما ربنا يكون مقدر لك ان الناس تديك حقك. هنبدأ بمحمد النني، الراجل اللي تهاجم كتير 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 كتير، اللي بيفهم كورة واللي ما بيفهمش كورة، اللي بيتفرج على كورة واللي ما بيتفرجش على كورة، اللي متابع كورة واللي ما عارفش حاجة عن الكورة كانوا بيقطعوا في محمد النني. يقول لك مين النني، بيعمل ايه، ما بيقديش، مش بتاعنا، مش شبهنا، بلا بلا بلا، مش عارف ايه. ولكن يشاء ربنا ان محمد النني المجتهد، اللاعب الحماسي، اللاعب اللي بص يعني محمد النني انا لو قعدت اتكلمت عليه من هنا للسنه الجايه انا شهادتي فيه مجروحه. طب ليه شهادتي فيه مجروحه؟ علشان انا بحب محمد النني، لاعب بكل امانه بما يرضي الله، يعني دينامو، دينامو في قلب الملعب. ما تبصليش بقى على فنياته، الناس اللي هتتكلم بيعمل ايه، ده مش مروان عطيه احسن منه، ده طارق حامد في يوم من الايام كان احسن منه، مش عارف، مفيش الكلام ده. محمد النني على الرغم من تعاقب المديرين الفنيين اللي جم في منتخب مصر الى ان محمد النني كان بيلعب اساسي يا نجم، انت عارف يعني ايه، وكمان في ارسنال كان بيلعب. الراجل ده بينفذ اللي بيطلب منه، اللي الكوتش بيقوله له بيعمله، محمد النني اللي الكوتش بيقوله بيعمله. عشان كده الراجل مكانه اساسي. يعني انت ما سالتش نفسك ليه كل المدربين اللي جم لعبوا محمد النني، هل محمد النني ماسك عليهم سيديهات مثلا، ماسك على كل كوتش زله مثلا؟ لا اطلاقا، لاعب يا جماعه بيأدي واللي بيطلب منه بينفذه. ربنا بيكلل تعب محمد النني وبيرد له جزء من حقه انه يتألق مع منتخب مصر ويبقى قائد حقيقي في اولمبياد باريس 2024، قائد حقيقي داخل الملعب وخارج الملعب. محمد النني حدث ولا حرج. لك ان تتخيل ان محمد صلاح ما جاش، النادي الاهلي رفض يسيب امام عاشور ومحمد عبد المنعم، تريزيجيه ما جاش، مصطفى محمد مصاب، يعني خمس لعيبة كان ممكن يجي منهم ثلاثة. لكن سبحان الله يشاء القدر، يشاء ربنا ان محمد النني يجي، علشان مش عايز اقول بقى يختم مسيرته الكروية، لان لسه النني قدامه سنتين ثلاثة اربعة خمسة كمان، لو عايز يلعب يلعب في المستويات الاقل عادي، او حتى في البريمير ليج في فرق في منتصف الجدول النني يلعب براحته. انا شايف ان النني يلعب براحته والله، بس سبحان الله ربنا يكلل تعب محمد النني ومجهوداته، يتوجها بمشاركة محترمة تاريخية مع المنتخب الاولمبي، مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد باريس. وصلنا سيمي فاينال، ان شاء الله نعملها، ان شاء الله نرجع بميدالية. يا سلام بقى لو نوصل نهائي، يا نهار ابيض يا جماعة، يا سلام لو ناخد الذهب، يا دين النبي يا جدعان، احلام العصر انا عارف، بس ليه لا، الكرة 11 ضد 11. نيجي للنني، هروح لزيزو طبعا اللي انتوا شايفين صورته من بدري جنبي، هنيجي لزيزو دلوقتي. ولكن النني انا شايف ان محمد النني مظلوم، مظلوم يا برو، مظلوم والله، على الرغم من ان محمد النني من افضل اللعيبة الى انه مظلوم اعلاميا، محمد النني مظلوم جماهيريا، محمد النني اتعرض لضغوطات جامدة 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 جامدة، بس ربنا يا جماعة بيشيل للانسان في الاخر. يعني اتقل تاخد حاجة نظيفة، بمعنى اصح اتقل تاخد حاجة نظيفة، ده المثال اللي انطبق على محمد النني. نيجي بقى لزيزو، يعني جماهير الاهلي وجماهير الزمالك بيتعاركوا مع بعض، هو مين افضل لاعب، حسين الشحات، لا زيزو، لا امام عاشور، لا طاهر، لا مش عارف مين، ده زيزو ما بيعرفش يلعب، ده زيزو محلي، ده زيزو مش عارف ايه، والناس بتقطع في زيزو. كابتن، هو يعني زيزو بيلعب فين دلوقتي، اهلي ولا زمالك ولا منتخب؟ حضرتك شايف زيزو بيلعب بتشيرت مين؟ منتخب مصر. ادعمه يا عم، يا عم شجعه، انت شايف ان هو لاعب محلي، ما تدعم المنتخب. يعني انا شفت بوست امبارح لواحد بيقول ان شاء الله منتخب مصر يخسر بقى ونروح من ربع النهائي. يا عم هو انت ما عندكش انتماء، ما عندكش وطنيه يا اخي؟ عيب 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 اللي انت كاتبه ده. يعني ناس كتير يعني بتحط الالوان عندها، اهلي زمالك احمر ابيض مش عارف ايه الكلام ده يا جماعه، يعني خلاص بقى عفى عليه الزمن، احنا المفروض الناس تشغل دماغها. واكبر دليل على اللي انا بقوله لك ده ان لعيبه الكوره اصحاب، القصه كلها في الناس المتعصبه اللي من خارج المجال او من داخل المجال، ولكن مش واخدين الدنيا، يعني الضوء مش مسلط عليهم، ولكن للاسف هم بيعملوا احتقان كبير، وهم اللي بيوجهوا الدفه لمين وعن مين. ولكن لك ان تتخيل ان حمزه علاء، جول النادي الاهلي، جول منتخب مصر، يقول لك زيزو احسن لاعب في مصر،
دي حقيقة، دي حقيقة. احمد سيد زيزو لاعب جامد قوي، لما الشهادة تيجي من لاعب اصلا بيلعب في النادي الاهلي وصاحبه، يا جماعة احنا عايزين ايه بقى تاني بقى؟ يعني معلش زيزو مين اللي محلي؟ زيزو مين اللي بيعمل اوفر بالرجل الضعيفة؟ يعني كات اوت لجوه، كروس برجله الشمال اللي ميتها، ابراهيم عادل يجيب منها جول. طب الماتش اللي قبله يعمل اسيست لابراهيم عادل ويقطع في الجول الثاني عشان يفضل ابراهيم عادل يجيبها جول. هو في اكتر من كده؟ زيزو المتحمل على نفسه يا جماعه، يعني شغلوا دماغكم شويه، سبحان الله. غير بقى اللعب والفنيات بالنسبه لزيزو ومحمد النني، اتكلم بقى على القياده داخل الملعب يا برو، قياده داخل الملعب. انا شايف ان عقليه الاثنين لعيبه دول عقليه محترمه، ناس مثقفه، ناس متربيه. انا شايف ان العقليه دي يعني محمد صلاح، محمد النني، زيزو افضل ثلاث عقليات انا شفتهم في التعامل، حتى افضل من عقليه امام عاشور او منعم او تريزيجيه لو راحوا. تريزيجيه كويس برضه، ولكن سبحان الله يشاء القدر ان محمد النني يروح وان زيزو يروح، عشان اللعيبه دي تنقل الروح وتنقل الاحترام وتنقل التعاون وتنقل كل حاجه كويسه للعيبه. حتى محمد النني وزيزو في حديثه للعيبه بيقول لهم احنا جايين نساعدكم. زيزو او النني بيقول للعيبه منتخب الاولمبي احنا جايين نساعدكم يا رجاله، احنا مش هننسب اي حاجه لينا. وده ان دل على شيء فيدل على ان اللعيبه دي لعيبه محترمه جدا. في نهايه الفيديو شابوه لمحمد النني وشابوه لزيزو، وربنا بيكلل يا ابني مجهوداتكم انت وهو، وانتوا الاثنين لعيبه تقال جدا، وسيبكم من اي حد بيتكلم.